مرحبا، رح نحضر اليوم أطيب وصفة سينابون بأشهى طعم وأنجح طريقة. نحتاج كاس حليب دافئ، ملعقتين كبار سكر، ملعقة كبيرة خميري. بحركهم وبغطيهم 10 دقائق لتتفاعل الخميرة. نضيف حبتين بيض، 3 كاسات ونص طحين بالتدريج. بعد ما عجنهم منيح رح أضيف ملعقة كبيرة زبدة، بعجنهم حوالي 10 دقائق لنوصل لعجينة طرية. بغطيها وبتركها ساعة ليتضاعف حجمها. لتحضير الحشوة بضيف كوب سكر بني، 2 كبار قرفة، 2 كبار كاكاو. لتحضير الصوص بضيف 150 جرام قشطة، 2 زبدة، كوب سكر بودرة، 100 ملي كريمة خفق، وبخفقهم لنوصل لهالقوام. بعد ما يتضاعف حجم العجينة رح نمدها بالشوبك على شكل مستطيل. بدهنها بملعقة كبيرة زبدة وبضيف الحشوة اللي حضرناها وبلفها لرول. منقطعها لقطع متساوية. بترك العجينة 15 دقيقة ليتضاعف حجمها مرة تانية، وبعدها بدخلها الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 20 دقيقة. ضيف الصوص على الوش ومنزينها بالمكسرات والشوكولا. جربوها وألف صحة وهنا.